في ظل مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها قطاع شبكات الطرق في إمارة دبي، واستكمالاً لمشروع الطرق الموازية الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز التنمية والعطاء وتحقيق السعادة للسكان في التنقل السهل والآمن، يأتي إطلاق مشروع استكمال الطرق الموازية في منطقة جودولفين كجزء من الخطة الاستراتيجية للهيئة لتخفيف الضغط المروري على الشوارع الرئيسية. بلغت تكلفة المشروع قرابة 578 مليون درهم. يشمل مشروع استكمال الطرق الموازية امتداد شارع العصايل في منطقة جودولفين إنشاء جسر علوي بطول 3.5 كيلومتر بسعة 3 مسارات في كل اتجاه. يمر الجسر فوق قناة دبي المائية، ويزداد عدد المسارات إلى 5 مسارات في كل اتجاه فوق منطقة اسطبلات جودولفين وفوق شارع الميدان حتى منطقة الجوز السكنية. كما يتضمن المشروع تحسين التقاطع القائم بين شارعي الميدان والخيل، حيث تم إنشاء جسور علوية لحل الازدحامات المرورية على التقاطع القائم على شارع الخيل. ويشمل المشروع كذلك إنشاء جسر بسعة 2 مسارات يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه الشارقة إلى طريق الأصايل وحتى تقاطعه مع شارع عود ميثا، بالإضافة إلى توفير مداخل ومخارج مباشرة لمشروع ميدان التطويري. ويشمل المشروع أيضاً إنشاء 4 أنفاق بطول إجمالي 1150 متراً، منها 300 متر أنفاق مغطاة والباقي مفتوحة. كما يشمل المشروع أعمال تطوير وتحويل خدمات البنية التحتية في المنطقة، بالإضافة إلى أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية. كما يوفر المشروع مدخلاً ومخرجاً إضافياً لمنطقة الخليج التجاري من شارع الخيل وشارع الأصايل، مما يسهم في تخفيف الضغط المروري على شارع المركز المالي وتحسين انسيابية الحركة في منطقة الخليج التجاري ومنطقة برج خليفة، مما يؤثر إيجاباً على قطاع السياحة وقطاع الأعمال في تلك المنطقة.